كمان ياسر إبراهيم، والتجديد مع النادي الأهلي. ياسر بيقول التجديد للنادي الأهلي مش محتاج تفكير الحقيقة، يعني بيأكد ياسر إبراهيم في تصريحات خاصة كمان لموقع الرسمي للنادي الأهلي إن عملية تجديده للتعاقد ما استغرقتش وقت طويل، وإنه طبعا رحب بالتجديد على الفور. وأكد ياسر إن لقب دوري أبطال أفريقيا الأخير من أغلى الألقاب بالنسبة له، ويعني بسبب المواقف اللي تعرض لها النادي الأهلي في بداية هذه البطولة في دور المجموعات وحالة عدم التوفيق يمكن لواجهة النادي أو الفريق، نظرا لي طبعا إن هذه البطولة هي البطولة الغالية على النادي الأهلي سواء على مستوى الإدارة، على مستوى اللاعبين، أو حتى على مستوى الجماهير بشكل كبير جدا. ولكن بيتكلم كمان ويقول لك تظل أغلى بطولة هي بطولة القاضية بسبب الطقوس الخاصة بالنهائي. ياسر أكد إن مفيش خلاص وقت للاحتفالات داخل النادي، يعني خلاص النادي والجماهير بتطالب حاليا باللقب ال 12 على مستوى أفريقيا زي ما احنا متعودين. وياسر أشار إن الفريق بيسعى طبعا أكيد لحسم لقب الدوري حاليا والتركيز على الدوري في كل مباراة. وياسر اتكلم على كمان كولر، اتكلم عليه واكد ان كولر زي ما بقول لحضراتكم شخصيه مميزه جدا، يعني دايما بيمنح اللعيب فرصه للحديث معاه، يعني ودايما كولر خلي بالكم لكل مجتهد نصيب، هو بالنسبه له اللي بيجتهد جدا في التدريبات بيكون موجود في الملعب بشكل كبير جدا. ومن الحاجات الجميله اللي قالها ونفسنا هو ده الثقافه اللي تكون عندنا وعند كل مدير فني، انا ما بتعاملش مع 11 او 12 او 13 لعيب وبركز عليهم، احنا عندنا سكواد كامل. وهو بيتعامل مع الناس بيقول لك انا بتعامل مع اللعيبه كلها السواسيه، بشوف ممكن يكون لعيب عنده بعض النواقص بحاول اكملها له عشان يكون جاهز للمباراه، بشوف الحاله النفسيه، ما عنديش ما عنديش حته بحب دوت وبكره ده، لا الراجل بيتعامل باحترافيه كامله جدا جدا، وده ظاهر على مستوى زي ما حضراتكم بتشوفوا الاداء الكبير اللي بيأديه النادي الاهلي، وعلى مستوى الروح الحلوه والدريسنج روم و اللي بتسود النادي الأهلي بشكل كبير جدا. طيب قبل